السلام عليكم ورحمة الله. أربع آيات عظيمة في القرآن الكريم تعينك على الرضا والسعادة في هذه الحياة، فما هي؟ كونوا معنا. لغة وقرآن وعلم يغتنم، فلنبعث الأنوار من رحم الظلم. فالله أخبرنا بنص كتابه في محكم الآيات، علم بالقلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. القرآن العظيم كلام الله المعجز، دستورنا في هذه الحياة ومنهجنا الذي يعيننا على الاستمرار في هذه الحياة رغم كل الظروف التي يمكن أن نمر بها من ابتلاءات وامتحانات وحزن وغير ذلك. واعلم أخي الكريم أن ليس للحزن مكان عند المسلم ولا شكوى من الحرمان، فآيات الله الجامعة قد حددت لنا كيف نحيا برضا وسعادة في هذه الحياة، والرضا والسعادة مناطهما الإيمان الكامل بالله جل جلاله والتسليم الكامل لقضائه وقدره. فكل شيء لله وكل شيء بيد الله، يقول الله تعالى: قل إن الأمر كله لله. وعلى المسلم أن يكون على يقين كامل بأن من استقام وأدى ما عليه بحق الله تعالى مصيره الخلود الأبدي في الجنة. وسنعرض عليكم أربع آيات عظيمة جامعة تعيننا على الرضا والسعادة في هذه الحياة. أولا، يقول الله تعالى في سورة فاطر: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. وهذه الآية الكريمة العظيمة الجامعة تعلمنا أن مفاتيح الخير ومغاليقه كلها بيد الله تعالى، فلا تحزن على شيء أخي المسلم. ثانيا، يقول الله تعالى في سورة يونس: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وهذه الآية تعلمنا أيضا أن الخير كله بيد الله، وأن ما يصيبنا من ضر أو بلاء لن يكشفه إلا الله، فلنكن دائما مع الله. ثالثا، جاء في سورة هود: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، يعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. فالرزق من عند الله، يبسطه لمن يشاء من عباده ويقلل منه على من يشاء من عباده. وعلينا التسليم الكامل بأن الأرزاق مقدرة من عند الله تعالى. رابعا، يقول الله تعالى في سورة الشرح: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وعليك أخي المسلم أن توقن يقينا كاملا بأن العسر لا بد أن يكشف ولا بد أن يتبعه يسر من عند الله تعالى. ويقول علماء عن هاتين الآيتين أن الله جعل يسرين للعسر، فالعسر جاءت معرفة في الآيتين وتعني أن العسر واحد، ولكن الله جعل للعسر يسرين ليفرج عنا وليمنحنا السعادة. هذه أربع آيات جامعة وردت في القرآن الكريم تعيننا على السير في هذه الحياة وتمنحنا الرضا والسعادة واليقين الكامل. نسأل الله أن يرزقنا الإيمان الصادق واليقين الكامل والرضا بكل ما يأتي من عنده، وأن يكتب لنا السعادة في الدارين. تحياتي ودعواتي الدائمة لكم بالخير والسعادة، دمتم برعاية الله وحفظه. اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم.